تتعرض لضغوط، تصطدم بالواقع، تفكر بالهروب. عملت شغلة إنه من يأس فشت خلق. أنا ما كنت خايف من الموت، أنا كنت رايح لعنده. تضعف، تستسلم، ربما تخضع. كرهني بشيء اسمه حياة. أنا حاولت الانتحار أكثر من 22 مرة، مش عياء. الانتحار أحمر بالخط العريض. إذا خيروني بين خيارين، يا ترجعي يا تموتي، أموت. أحمر بالخط العريض مع مالك مكتبي، الأربعاء 9 المساء سي تي، 10 بتوقيت السعودية على LBC يوروب. شو هالخبرية؟ أي خبرية؟ بالحلقة الأخيرة. شو؟ كله بتكون الخبرية مزبوطة. نبيلة بالمواجهة الأخيرة مع عائلتها. كيف جريتنا كلنا لمطرح ما بدك؟ تشاطر عليها وتجوزها. بنت 18 استحت تتصرف مثله. ومن هونيك ورايح هي اللي رح تحط شروطة فاميليا. من كل عقلك رح تنام بزيت التخت معي؟ بالحلقة الأخيرة تنين 8:30 المساء سي اي تي، 9:30 بتوقيت السعودية على LBC يورو. من الغرب للشرق جماعٌ الرأس الشرقي. انتقادات بدك شغل بعد ما بترحم، لسه عايزة تدريب كتير من زيرو كده. وردات الفعل مختلفة مني منيحة. الرأس والنعومي بيجتمعوا ببرنامج واحد. عندها البداية لازم سوا ننطر تنشوف النهاية. هزي يا نواعم السبت 8:30 المساء سي اي تي، 9:30 بتوقيت السعودية على LBC يوروب. ماذا سيقول السفير جوني عبدو لماي شتياق؟ ماذا عن تفجيرات الشمال وتفجير دمشق؟ إلى أين سيؤدي التنسيق الأمني مع سوريا؟ وماذا ستغير العلاقات الدبلوماسية؟ ما هي أخبار المحكمة الدولية؟ وهل ستسلح الولايات المتحدة الجيش اللبناني؟ بكل جرأة ماي شتياق تفتح هذه الملفات مع السفير جوني عبدو مباشرة من باريس الثلاثاء 8:30 مساء سي اي تي، 10:30 بتوقيت السعودية على LBC يوروب. تقدر تخبر قصة تجذب المشاهد؟ قادر بحركات جسمك ووجهك تأدي أدوار فنية صامتة؟ فيك تقلد شخصيات معروفة عالمياً بحقل الفن أو السياسة؟ فيك تمثل وتضحك الجمهور من خلال أدائك على المسرح؟ تتميز بمقدرة فنية ما بيتمتع فيها حدا. هلأ الوقت لتشارك ببرنامج وتتفوق على غيرك. عبي الاستمارة على www.lbcgroup.tv كليك لافينج وضم لفيلم مصور مدته 3 دقايق بيتضمن مشاهد عن أفضل ما عندك وبعدن على هالعنوان. قبل الإعلان شفنا العارضات بأزياء من تصميم ديزاينرز، وهالأزياء صمموها حسب موضوع المهمة اللي عطاهن إياها إلي صعب وموضوعها فيف لا دانتيل. أعضاء اللجنة الحكم أكيد قيموا الأعمال ووضعوا علامات لديزاينرز، بيبقى علينا نسمع رأيهم. منبدأ مع عبد الله من مصر. سيد أمين بولوس مساء الخير، شو رأيك بتصميم عبد الله؟ بشوف الألوان كتير حلوة، في عندي شوي مشكلة مع الزيف تحت القماش المقصوص بالدانتيل يلي مبين الفستون تبعه يلي عم بيكسر شوي البروبورسيون تبع التنورة. شكرا لك. بطلب من أعضاء اللجنة الحكم وضع العلامة. مذكر انه عبد الله من مصر. نحن بانتظار وضع العلامه اللي بيستحقها عبد الله. ان شاء الله ما يكون عندكم مشكله حضرات اعضاء لجنه الحكم بالتصويت. في مشكله؟ في مشكله مع المكانات. لكن يلا بناخذ وقتنا، فكروا.
بركي العليم الأولية ما كان بيستاهل عبد الله ياخدها. لكن مشاهدينا ما رح نحط علامة عبد الله على الهواء لأن صار معنا عطل تقني، فرح ننتقل لتاني مشترك معنا أو مشتركة، سهى نسعودية. ثانك يو عبد الله. رح نستبقي أكيد العلامات عنا. سيدة مي منسة، بدنا نكتفي هالمرة برأيك للحظات أكيد. شو رأيك بتصميم سهى نسعودية؟ سهى مستعملة دانتيل بشكل حلو كتير، لكن كان فيها ترجع تكمل الفستان بكم تاني، أما تشيل الكم بالمرة خلق عدم توازن بالفستان، إن تخلق بحد هالدانتيل تخلق كم وما تخلق التاني، وكان الأفضل إنه يكون بلا كمان بالمرة تيبين الدانتيل ويبين أقوى من هيك. الألوان حلوة متناسقة وفي كتير شعرية الفستان، حتى التشويه الوحيد هو جاي من الكم. أوكي شكرا إليك. شكرا سهى، بتمنى تكون نقطتك منيحه يا سهى. سيدي سهام تويني، مساء الخير واهلا وسهلا فيك معنا. بونسوار. صراحه لا حبيت يعني لانه تان دانتيل بشوف انه في دانتيل بالفستان، وحبيت اكيد لون الاحمر كثير معه، وحسيت كانه يعني مصمم هيك جرب مزبوط يفوي الدانتيل بالفستان بقى. بالعكس كثير حلو. شو راي السيده مي منسة؟ الحقيقه خلق من الدانتيل شغله كثير حلوه، انه ما خليها تبرز كثير لكن حطها بالموضع اللازم حتى يلفت النظر. عمل شغله غير مالوفه بهاللون العنابي، حط هالدانتيل الاسود، رصع وترصيع كانه عم بحط بروش من معدن حلو على 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 فستان جميل. انا بهني على الفستان لانه كثير في ذوق وكثير في فن. شكرا لك. شكرا جورج، تفضل على وسط البلاتو. السيد رودي رحمي، شو لفت لك انتباهك اكثر شيء على تصميم جورج؟ افتكر جورج جرب يستعمل الدانتيل فوق لون السماوي يلي عم نشوفه قدامنا، هالميلانج انا حبيته كثير، في سامبليسيتي وخصوصا فوق يعني مطرح الظهر عند الكتف، هالسبيرال اللي مستعمله كثير عامل كونتراست مع تحت، كثير سامبل تحت فوق كثير في لولبه، هيك بحبها انا هيدي هالكونتراست بحبه، وفي شيء بيصدم اوقات بيطرطش عليك شوي، طرطش علي شوي من السماء الفستان. شكرا لك.